وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيان رابطة أبناء الجغبوب. إن رابطة أبناء الجغبوب تجدد دعمها للقيادة العامة بقيادة مشير خليفة بن قاسم حفتر بحربها على الإرهاب والتطرف، وتؤيد تفويض القيادة العامة بإدارة شؤون البلاد وتأسيس الدولة المدنية دولة القانون، وتبارك بقبول المشير مطلب الشعب وتحقيق إرادته بإنهاء اتفاق الصخيرات، وتجدد دعمها المطلق على ما جاء في بيان القيادة العامة. وحفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.